اخويا كنت خدام مع واحد السيد عنده تراكتور وعنده البادوز الماكينه ديال الدراس، عودنا ندرسو عند شي واحد عند خوالو، بقينا كندرسو انا خدام باش مكتب الله. ديك الشيء اللي عطاني مره كيعطيني الزرع، مره يعطيني فلوس، كل مره شنو كيعطيني. ما انا ما عندي حتى شي حاجه، عندي خمسه الوليدات هي هذه. بقينا خدامين مع شي 12 ونص الليل اخويا، تقاس لي يدي، مشيت شمينا ريحه الشياط، نزلنا نقلبوا في البادوز والدي نوض العافيه، زهق بيا رجلي، الزهق اللي زهق بيا رجلي اخويا. مشيت لعند الماكينه، جاي يدي ما بين الكراوي، جاي يدي ما بين الكراوي هي هذيك، وركت بيض حتى كنحس بيدي جا في حتى الغماره. جبدت يدي، من جبدت يدي صبت غير العظام، غير العظام والعروق والعصبه واللي بقاو لي اخويا هي هذيك. هزوني في الطوموبيل، هبطوني لقريه با محمد، من قريه با محمد جابوني شنو يقولوا عاوتاني في لابيلانس لهنا المركب. المركب السبت والحد وانا مكرفت تمايا، ما كاينش اللي داها فيا، غير شي افارقه هما اللي اعتنوا بيا، غسلوا لي يدي من ديك الشيء ومن ديك الوساخ وعملوا لي الفاصمه هي هذيك. عاوتاني عطاوني قالوا لي سير حتى الخميس الماجي، عندك الرانديفو حتى الخميس الماجي في باب الحديد هي هذيك. جوزنا الباب الحديد، عاوتاني باب الحديد، عاوتاني ردوني المركب، بقاو غير ماشي ماجين بيا، وانا ما عندي لا ما نقدم لا مؤخر. مشيت عند واحد الطبيب اختصاصي طلب لي 10 المليون، انا ما عندي لا ما نقدم ولا من واخر اخويا، ما عندي حتى حاجه، ما عندي بلاد ما نبيعها، ما عندي بقربه نبيعها، ما عندي غلم، ما عندي حتى شي حاجه، ما عندي دجاج، عندي خمسه د العيال كنخدم عليهم، وانتم كتشوفوا الخوث. الحريق اخويا واحد الدواء كنشرب، واحد الدواء كيهمد عليا الحريق، منين ما كنشرب ديك الدواء انا كنبان في الغط بالعاده، وربي اللي خلقني، وراه ربي اللي عالم بيا وبولادي، وعندي خمسه د ولادي، خمسه د العيال، وعندي با ويما باقي اللي بالروح انا خدام عليهم. تا با مسكين راه كبير في عمره كذا و70 سنه، الوالده هكذاك. اللي عاوني اخويا الله يرحم له الوالدين، واللي ما عاونيش اخويا الله يرحم له الوالدين. انا رانا حالي حالة الله، عندي ما عندي لا ما نقدم ولا ما نوخر. رانا كنت بعض مره كنتعصب، ما نكذبش عليكم، كنتمنى تجيني الموت ونتهنى وما نبقاش معذب هكذا مرمي هكذا في الزناقي. وهذه هي حالتي، انتم كتشوفوها الاخوان اخوتنا المسلمين. اللي قاد يعاوني في حاجه الله يرحم له الوالدين، واللي ما قادش يعاوني في حاجه الله يرحم له الوالدين. انا ما غنبزز على شي واحد اخويا، حتى ما كانش طاكيت بيدي ونطرت يدي بزربه، راه كنت غنمشي في خاطره، في خاطره كانوا غيديونا غيجمعوني شتات في خاطره، ما كانوا غيجمعوا فيا والو، ترى انا مدفون تحت الارض. راه شافوني الدكاتره وداك الشيء قالوا لي سير خصك من دابا 13 يوم عاد يمكن طلع لك اللحام على يدك. وعطوني شريت شي بصمه عاوتاني، سلفت غير الفلوس، غير سلفتها مع انت ناس، ورانا غا كنسلف ورانا متلف وصافي، ما حاير براسي ما صفت ما نعمل.